بأي حال جئت يا عيدو، لسان حال العائلة السورية التي تجتهد لتأمين احتياجات المناسبة لا سيما ملابس أطفالها. في هذه الأسواق ترتاد الأم 5 محال على الأقل للبحث عن سعر مناسب للملابس التي بلغت مستويات قياسية وأصبحت حلما صعب المنال لأطفال سوريا. والله أسعار غالية جدا ومو متناسبة أبدا مع دخل العالم، يعني الله يعين العالم. هلا اللي إذا عنده 3 أولاد أو 4 كيف بده يعني يشتري لهم ثياب جديدة؟ والله صعب. أنت لازم مثلا تربح دولار أو دولارين، مو تربح 5 و10 و15. طبعا في استغلالية كتير عنا خاص هون يعني بقامشلي، وعنا ضمن هذه المناطق أكتر شيء بالقامشلي، في استغلالية كتير عند التجار وما في حدا يوقف عليها. تكلفة كسوة العيد تبلغ للطفل الواحد نحو 700,000 ليرة سورية، وهو ضعف ما يتقاضاه الموظف الحكومي شهريا، الأمر الذي يؤرق العائلات الباحثة عن إدخال البهجة إلى قلوب أطفالها. هلأ موضوع أنه غلى الأسعار بيجي لعدة أسباب، في منهم أسباب أنه في صار في ارتفاع عالمي للبضاعة بشكل عام، كان ألبسة ولا غير ألبسة، ودائما كل شيء بأول الموسم بيكون سعره غالي. يعني هلأ نحن داخلين على موسم عياد وموسم صيفي، إجباري هون التجار راح يصير في استغلال من هالموضوع هذا، بيرفعوا أسعار البضاعة. كمان موضوع الشحن، اليوم الشحن نحن بسوريا وموضوع حرب، الشحن قطعة إذا بتجينا من غير المكان راح تكلف شحن كتير. ويعاني التجار أيضا هذا العام من الركود في المبيعات التي تقلصت بحدود النصف بسبب غياب القدرة الشرائية مقارنة بالأسعار التي يصفها الأهالي بالفلكية. لا تغطي الأجور الحالية لأغلب السوريين إلا نسبة ضئيلة من تكاليف المعيشة. الأطفال من جديد ضحية لسنوات النزاع الطويلة التي تسرق بهجتهم حتى بشراء ملابس جديدة للعيد. من القامشلي جمعة كاش، الحدث